أهلا بكم. عقبت رابطة دوري المحترفين السعودي على تصريحات رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبد الرحمن الهزاع الذي رفض فيها إلقاء اللوم على هيئة الإذاعة والتلفزيون في تأخير مستحقات الأندية المالية، وأن دورهم يتوقف على تحويل مستحقات الأندية حال وصولها فقط، وأن القائمين على رابطة دوري المحترفين يعلمون جيدا أسباب التأخير. وجاء في التعقيب تأكيد رابطة دوري المحترفين السعودي أن مسؤوليها لا علم لهم عن أسباب التأخير والتي تجاوزت أكثر من شهرين، وكم كانت تتمنى أن يتم إيضاح الأسباب من قبل عبد الرحمن الهزاع للرأي العام بدلا من فتح المجال للاجتهاد وعدم الاستناد على معلومة حقيقية، مع العلم أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وليس في حساب الرابطة. نفى مدير الكرة بنادي النصر سالم العثمان ما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود خلافات بين مدرب الفريق دانييل كارينيو واللاعب إبراهيم غالب، وأكد أن الاجتماع الذي عقده كارينيو مع اللاعب كان لحث اللاعب إلى العودة لمستواه وحتى لا يتأثر الفريق بغيابه من أجل تحقيق انطلاقة مميزة للفريق في مباريات الدوري. اتجهت شركة كونامي بشكل رسمي لاستحداث تطوير في النسخة القادمة من أسطوانتها الشهيرة، وذلك بإضافة التعليق العربي، وذلك بالاتفاق مع المعلق رؤوف خليل. وعلى صعيد الكرة السعودية وضعت نادي شباب في الإعلان الرسمي للنسخة الخاصة بعام 2014، وفي جانب آخر سيتواجد النجم مصطفى بصاص بجوار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في النسخة القادمة من فيفا 14 التي ستصدر خلال الأيام المقبلة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط. تغادر بعثة المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم صباح الأحد القادم إلى قطر للمشاركة في البطولة الخليجية العاشرة للناشئين بعد نهاية المعسكر التدريبي الذي أقيم في الخبر لمدة 5 أيام، ويستهل منتخبنا مشواره في البطولة بلقاء المنتخب الإماراتي الثلاثاء المقبل وعلى ملعب أكاديمية سبير. والجدير بالذكر استبعد المدرب الأسباني أنطونيو 4 لاعبين هم منصور كعبي وتركي الجدعاني للإصابة وعبد العزيز الدوسري وعبد الله الخضير، والإبقاء على 22 لاعبا سيشاركون في الخليجية. أكد رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني خلال مؤتمر صحفي بأن النظام الحالي للانتقالات في عالم كرة القدم بأنه احتيال، وقال أنه يأمل في أن يتم تطويره، وأضاف أن الانتقالات تعد احتيالا حيث بات اللاعب أشبه بمنتج أكثر من كونه لاعب، وهذا يشعرني بالانزعاج لأن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون منح اللاعب فرصة لتحقيق أموال من أجل الحصول على عمولات. يجب أن نفكر في هذا ونحاول الوصول لوضع أكثر قوة. وأضاف اللاعبون ليسوا أحرارا كما أنهم لا يرتبطون بأنديتهم، بل يرتبطون بكيانات مالية سواء كانت شركات أو أشخاص بشكل يسبق انتمائهم للنادي. بات اللاعب الآن يرتبط بشركات أو شخص واحد. كانت هذه أخبار شوت، عودة مجددا للزميل تركي العجمان.